طيب قبل لأنك في الوقف وهذا نخلي في نهاية الفقرة الآن بنسحب الهاشتاج بنخليك تتكلم على الوقف البزنس 30 راحت الأيام بسرعة يا سلطان. طبعا الاسم اللي مو بحاضر معنا في الفقرة ليه أعطيه النقاط أنا ليه أعطيه النقاط لكل مجتهد. أحسنت. يلا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا وحش وحش الاسم وحش الاسم يا أخي له ثقلة يا أخي. علي الشبراني طول عمر 100 نقطة الله يطول عمرك تستاهل كوك الطيب. يلا 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 بسم الله بسم الله. شو وضعك انت؟ كان ها عنده ولا منه؟ شو وضعك؟ ايه ها هاي الصوت شو فيه؟ شكله ما بيلعب الشمراني يغير ارجع الشمراني. وين سلطان؟ كيف كنت اسحب امس؟ ها؟ امس كيف كنت اسحب الهاشتاج؟ اسحب سريع سريع بسرعه. شلون؟ كذا. طيب تدري خليني بجيك. طيب هلا طيب استنى 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 احنا موجودين هنا اللي في خدمتكم. الله يرحم والديك. يلا انا اسحب. اي لا لا تسحب انت قول كذا بس بيدك. انا اشوف لين جسمي. انت بنفسك ها؟ بسرعه. يلا 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 نحدد التحديث الاخير ونقول اسم له حضوره اسم له خفة نفس سفري. اسم يا اخي له ثقة يا اخي سفري اقول ما تتوقعوه سفري. وش معنى قلت مسفري ايش معنى؟ عبد العزيز سفري. ناخذ اخر اسم معنا في الهاشتاج شو وضعك انت؟ ايش فيك انت؟ هذا هاشتاج والله ما اعرف انا ايش وضعك. استاهل استاهل. بسم الله الرحمن الرحيم ونقول يلا 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 يا رب 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 يلا يا رب. اسم ما احب اخلي الاسم هذا في الاخير. احب اخلي الاسم هذا في الاخير. خلاص انا اخترت الاسم الثالث بس بخليه في الاخير.